أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. عندما يكون الحديث عن البرمجة والمجال التقني يكون الحديث استثنائيا، ولكن عندما يرتبط ويقترن هذا الموضوع بالأطفال يكون الموضوع مذهلا. في هذه الفقرة مشاهدين الكرام حنتعرف على قدرات طفولية استثنائية في مجال البرمجة مع داخل الأستوديو أستاذة سلمى عاصم مدير المشاريع لمنظمة Education for All. مرحبا بك معنا. مرحبا بك منور. الله يكرمك. نورك أنت. الله يكرمك. بداية أديني نبذة تعريفية عن المنظمة بشكل عام والمسابقة بشكل خاص. طيب، منظمة التعليم للكل منظمة مختصة في التعليم أو محور الأمية الرقمية بالتخصيص للأطفال. نحن اشتغلنا على تدريب الشباب معلمين أطفال عشان نحن نساعد في بناء الوطن ونحاول نعمل محو شوية للأمية الرقمية، حيث نحن في السودان حاليا كتعليم متأخرين، لكن من ناحية رقمية نحن متأخرين جدا شديد في أمية رقمية، في أمية رقمية كبيرة شديد في السودان. أيوة. ونحن حاولنا نغطي الجاب أو الفراغ الحاصل ده بمبادرتنا أو منظمتنا اللي هي التعليم للكل. الأطفال يستعمل التطبيق بتاع البرمجة اللي هو سكراتش مخصص فقط للأطفال. فلحسن الحظ ظهرت أن في مسابقة اسمها African Code Week أو أسبوع البرمجة في أفريقيا، مختصة بالذات في تعليم البرمجة للأطفال. أيوة. فالمسابقة بتكون من ناحية العمر 8 سنوات ل 16 سنة. فالحمد لله في سنة 2020 نحن شاركنا أول مرة ممثلين السودان في فريق في حوالي 10 أطفال، وشاركنا الثاني في 2021 وعندنا فريق فاز الحمد لله في المسابقة. الحمد لله. حدثينا عن مشاركتكم أنتوا في المسابقة بشكل خاص. نحن شاركنا في المسابقة في مركز اسمه مركز باريس، حيث كان متالي لخمسة أيام. فكنا دربنا من قبل المسابقة وفترة اللي هي في شهر 7 دربنا في أنا لما جينا في شهر 7 بدينا في المركز خمسة أيام ورا بعض. كان عندنا منظمين، كان عندنا مدربين، وكان عندنا أطفال وأولياء الأمور كانوا بيجوا يقعدوا معنا في المركز. فكانت حياة صعبة ضغطة من ناحية تنظيم، من ناحية إدارة، من ناحية أنه كان حتى الدعم ما كافي، فكان شوية ضغطة، لكن الحمد لله تمكننا وعندنا فريق ما شاء الله فائز. الحمد لله رب العالمين. أنت كنت واحدة من المشاركين في المسابقة؟ أي أنا ما كنت مشاركة، أنا كنت من المنظمين المسؤولين من المسابقة. أيوة ممتاز. طيب حدثيني كذلك عن أنه أنا كشخص اليوم كيف ألتحق بالمسابقة، يعني الخطوات اللي أنا مفروض أتبعها على أساس أنه أنا أشارك في هكذا مسابقات. أوكي، نحن حاليا في المسابقة هي مخصصة للأطفال اللي هم من عمر 8 ل 16 سنة، لكن في عندنا نحن لا أحرق ده للأسف يعني، لكن عندنا نحن بنجيب المدربين بنوريهم كيف يستعمل البرمجة بتاع البرمجة وكيف يتعامل مع الأطفال، لأنه أطفال مرات يعني أنت ما كل الأطفال لطيفين كده، يعني في أطفال شوية عنيدين، في ناس مشاغبين، فنحن بنوريك كيف تتعامل معه عشان هو في قدامه تاسك أو قدامه حاجة المفروض هو يكملها، فنحن بنوريك أنت كيف تتعامل معه لو أنت حابب تنضم عندنا يعني. أنا بعد حرقتيني ما حنضم أبدا. خلينا نتابع إحنا والمشاهدين مشاهدينا الكرام فيديو مجهز لكم معد عن الأطفال اللي هم من 8 إلى 16 سنة إنه كيف بيجهزوا أنفسهم لهكذا مسابقات. نتابع ولكم عودة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. يعني سلمى شاهدنا أطفال وأنت علقتي أنه هم مشاغبين، فده بيعني أنه في صعوبة في التعامل مع الأطفال خصوصا لما يرتبط الموضوع بالبرمجة، فأنتوا كيف تتعاملوا معهم في المنظمة؟ نحن حاولنا أنه الزمن بتاع البرمجة يكون شوية فلاكسبل على الأطفال، بحيث أنه هم كانوا بيشتغلوا بس ساعتين، لكن أيوة. حتى في الساعتين دي كانوا بيعزبونا شوية، فنحن كنا بنحاول من التيم المنظم نعمل برامج ترفيهية، بنحاول نخلي الموضوع شويه فن، اغاني، وفي النهايه عملنا لهم يوم ختامي كده، جبنا لهم اكل وكيك وبتاع. فكنا بنحاول نخلط الموضوع بين انه ترفيه وتعليم في نفس الوقت. اي لانه في النهايه بنتعامل مع اطفال، فانت تحاول تخليه ينجز لك تاسك معين، هو بيقول في نفسه ليه انا المفروض اعمل كده، انا بنحاول قدر الامكان نخليهم يكملوا الحياه دي.
حلو جدا. طيب الخبرات اللي اكتسبوها وبيكتسبوها الاطفال بشكل عام شنو؟ طيب. من خلال مشاركتهم في المسابقه. هم بصيد ان هم بيتعلموا خبرات بتاعه البرمجه وكده، بيكونوا يعني علاقات مع ناس ثانيين، لانهم عندنا مختلف المدارس ومختلف المناطق، وبيكتسبوا ثقه بالنفس كده ما طبيعي. يعني اسلوب في كان بيشرح لنا المشاريع بتاعته، بتلاحظ الواحد واثق من نفسه، وغير كده معرفه ووعي ما طبيعي. يعني المشاكل اللي بيحاولوا يحلوها ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. مسابقة المشروع الأول، حدثينا عن المسابقة بشكل مبحر أكثر. طيب المشروع الفاز معانا في المسابقة كانوا ببساطة حاولوا يعملوا لعبة لطيفة بسيطة، بحيث أنت أول ما تدخل اللعبة بتحل إكويشنز معينة أو معادلات معينة وبتحل لنا مشاكل. فهم اختاروا مشاكل يعني بجد موجودة في كل أفريقيا. المشكلة الأولى بتواجهك النيوتيوب، كان بتواجه مشكلة بتاع تلوث في النهر او تلوث في مناطق البيئه اللي هي بالتالي بتعمل لك بعوض وامراض وغيره. فاول انت ما تخش اللعبه بتحاول تحل المعادله، لما تحل المعادله صح بخليك انت خلاص تكون نظفت الحته وتخلصت من الموضوع البعوض. بعديها بيمشي لحته بتاعت العماله حقت الاطفال في افريقيا عموما، عندنا مشكله بتاعت عماله اطفال، فهم ما شاء الله عليهم ركزوا على الحته دي وعملوا عليها ستيج برضو، ان انت تيجي تحل المعادله بتاعتك دي، ولما تحل المعادله صح انت بتطور بتتخلص من المشكله بتاعت عماله الاطفال، او لما تخلصت منها بتحاول تهيئ لهم بيئه احسن في المصنع. فالمشروع صراحه كان ذكي جدا، موري قد شنو انه في وعي، وقد شنو في الناس دي قاعدين يعرفوا انه في مشاكل حوالينا ونحن نحاول نصلحها. ممتاز جدا. هو دائما ما يرتبط الموضوع بالاطفال بيكون الحديث استثنائي ومذهل كذلك. أيوة. خلينا نتابع هذا الفيديو مشاهدينا الكرام اللي بيشرح لكم هكذا قدرات استثنائيه، ولكم عوده. السلام عليكم، انا احمد مهند. وانا حلا مهند، ونحن شاركنا في مسابقه افريكان كود ويك، والحمد لله قدرنا نمثل السودان على مستوى افريقيا. مشروعنا كان لعبه بتحكي عن انقاذ كل الاطفال من المجاعات والتلوث المائي في العالم كله، او بصحيح في قاره افريقيا. الهدف من مشروعنا انه يوصل رساله مهمه للناس انه في بلاد بتعاني من المجاعات والتلوث، وفي آلاف الناس اللي بتموت بسبب ده، ونحن ممكن نساعدهم عن طريق الزراعة والتبرع وطرق كثيرة غيرها. استفدنا من المشروع ده إنه ثقتنا في نفسنا زادت أكثر، ومعرفتنا في مجال البرمجة زاد أكثر. وبفضل الله ثم المدرب هشام قدرنا إننا نمثل السودان في على مستوى أفريقيا. شرفتنا ورفعت راسنا، مش فقط مثلت السودان، شايف في عيونك لمعه وفخر كبير جدا، تعليقك شنو؟ صراحه يعني انا مبسوطه ومذهوله من القدرات اللي بيعملوها الاطفال حاليا. نحن بجد انا بدعو كل المبادرات والمنظمات انهم تحاول تركز على الجيل الجاي، فهم قدرات ما طبيعيه، فهم يعني ما شاء الله تبارك الله. ممتاز. طيب التطلعات للمستقبل باذن الله شنو؟ عشان تطوروا المنظمات، تطوروا المسابقات عندكم. نحن حاليا بنطلع انه نعمل تدريب لكل المدارس في الخرطوم، انه نمشي كل مدرسه نوريهم انه في برنامج اسمه سكراتش، ده برنامج برمجه المفروض الاطفال يتعلموا عليهم. بعديها بدنا نمشي مرحله ثانيه اللي هي مرحله انه نمشي الولايات، نحاول نشوف نحن ذاتنا اطفال الولاده، نشوف هل يعني ممكن نوصل نفس القدرات، نوصل لهم نفس الامكانيات اللي عندهم متمكنين عليها هسه حاليا في الخرطوم. فدي طلعاتنا حاليا في الفتره الجايه. القائمين على العمل ده منو بالضبط؟ يعني انتوا مجموعه، منو بالضبط انتوا؟ حاليا المؤسس هو مازن عمر، اسس المبادره 2020، ومعانا تيم متكامل من ناحيه اعلام مشاريع، من ناحيه تنظيم وعضويه. في التيم بتاعنا موجود وقار وقطوف، محمد الخير وريهام، وهم المشغولين من التيم كله. ممتاز. طيب من الناحيه الاعلاميه، يعني اليوم انتم قدرتوا انكم تعرضوا على القناه هنا، بس في ناس كثيره بتكون ما عارفه كيف تصلكم، كيف تتواصل معكم عشان تلتحق معكم في المسابقه. فمن ناحيه اعلاميه كيف الواحد ممكن يصلكم؟ طيب حاليا احنا في مواقعنا عندنا فيسبوك موجود فوقه مبادره التعليم للكل، وعندنا في لينكد، وعندنا في تويتر، فدي كل المواقع بتاعتنا. اول ما تدخلوا الصفحه هتواصلوا معنا في الماسنجر،
او في اي دايركت مسج بنتواصل معكم ان شاء الله. كل الشكر والتوفيق لكم باذن الله تعالى. عندك كلمه شكر انت حابه تقوليها؟ حاليا بحب اشكر كل الاطفال اللي شاركوا في المنظمه، كل المدربين، كل المنظمين، المركز بتاع باريس على مساهمته علينا رغم انه ما كان عندنا دعم كافي. بحب اشكرهم كلهم، بحب اشكر المؤسس مازن عمر، وبحب اشكر وقار اللي هي كانت مسؤوله من التنظيم. ممتاز جدا. طيب يعني انا بس عندي سؤال صغير كده، انت كيف تتعاملي نفسيا مع الاطفال ديل؟ يعني بس هو سؤال يعني خارج الصندوق، بس انا فضولا حابه اعرفه، انت كيف تتعامل مع الاطفال انه يطلعوا بهكذا مشاريع، يعني التلوث المائي وانقاذ العالم من المجاعه؟ يعني الموضوع بالنسبه لي انا اكبر من مخيله الاطفال نفسهم، فانتوا كيف بتحاولوا ترسموا للاطفال ديل خارطه الطريق امشوا بها ويطلعوا بهكذا مشاريع؟ هم الاطفال سبحان الله يعني اوريدي عندهم الوعي، عندهم عندهم يعني عارفين قد شنو في مشاكل في السودان. فانا لو وريت لك المشاريع كان عندنا مشاكل بالمشاريع لحل مشكله الكهرباء في السودان، حل التعليم، حل المشاكل الصحيه في السودان. فاوريدي احنا بس بنعمل شنو، بنوجههم على المجال الصحيح، انه يعني مثلا في حلول كثيره لكن احنا بنوريهم الحل الانسب، الحل اللي هو ممكن يكون واقع اكثر في السودان. لكن اوريدي هم عندهم الوعي الكافي انهم يعرف انه في مشاكل حاصله في السودان ونحن دايما نحل المشاكل دي. طيب انتوا حابين تحلوا المشاكل ونحن كذلك في البيوت، يعني معظم الاسر حابه تحل المشاكل وتستثمر الطاقات بتاعت الاطفال اللي انت ذكرتي تحت الهواء انهم مشاغبين بانه ينتجوا هكذا مشاريع. ففي البيت انا كيف اتعامل مع الطفل على اساس انه هو يطلع بهكذا قدرات استثنائيه؟ طيب المفروض ما تحد الفضول بتاع الاطفال، يعني في اطفال بيكون عندهم اسئله كثيره، فانت ما تسكته، اسمع هو داري يعمل شنو، اسمع هو داري يقول شنو. ما تجبروا اطفالكم انهم يمشوا على مجال معين تخططوا في راسكم، خلوهم براهم. الناس دي اوريدي عارفين انه في مشاكل كثيره حاصله هم داري يحلوها، فانت ما تحاول تحد من فضوله، ما تحاول تعجزه وتقول له يا اخي الحادي صعبه ما بتقدر عليها، الحادي لسه صغير ما بتقدر عليها، الحادي ما صح، الحادي بعدين حتخلي اطفالك يطلعوا بقدرات بسيطة. ضئيلة وبسيطة، يعني احنا ذو قدرات استثنائية. انا دايما بقول انه احنا قدراتنا لا محدودة، ولكن يعني في كثير من الامهات بيحموا ابنائهم حماية مفرطة، اللي هو بيقول لك يا اخي الولد ده هباش، الولد ده مزعج، او بيحموهم خوفا عليهم يعني. فانا كيف اتعامل مع الطفل الهباش ده بالدارجي؟ اديهم يعني العاب بتكون مناسبة لفضولهم، في العاب كده يعني موجهه عليهم بالضبط عشان هم يقدروا يتعاملوا معاها، فبتشغلهم من الحبيش الكثير او من التعامل الماصح مع الكوراك والحاجات دي كلها. ففي العاب كده مناسبه ممكن تدي عليهم او تعلمهم هوايات جديده. يعني هسه معظم الاطفال لما يقوموا منهم صغار ما بيكون عندهم هوايات كفايه، او بيكونوا يعني بس مركزين انه بس قرايه مدرسه قرايه مدرسه، فالحاجه دي بتاثر عليهم وبتخليهم يكونوا من النوع الحباش والنوع الفضولي كده. فانت حاول اشبع الرغبات اللي عندهم دي بابسط الحاجات. يعني هو انت المسابقة مرتبطة لحد 16 سنة، من 8 سنوات إلى 16 سنة، فده إذا بيعني إنه المسابقة نفسها عندها توجه معين، عندها فكر معين، فكرما أشرح لي النقطة دي. فنحن بنحاول بس إنه المسابقة بتحاول قدر الإمكان تركز على الجيل الجاي، بتحاول تنمي قدرات الأطفال دي من عمر صغير جدا جدا عشان هم لما يصلوا مرحلة إنهم يكونوا قادة في الدول حقتهم او يكونوا يعني مسؤولين من حاجه، يكونوا عندهم من زمان الحس بتاع انه انا بدي اغير حاجه، الحس بتاع انه انا ممكن اصنع حل في المجتمع بتاعي. فهو عشان كده بيحاول بقدر الامكان نبدا من عمر صغير، عمر يكون عندهم الوعي الكافي. هل عندكم خطط معينه او استراتيجيه معينه انتم بتتبعوها عشان ما تقدروا تلامسوا هكذا قدرات استثنائيه؟ يعني خططنا الحالية اللي هي بس أنه نحن ندرب الأطفال ديل. ما هو أنا قصدي لك التدريب نفسه، المنهج المتبع في التدريب كرما صلت الله عليه الضوء. المنهج المتبع في التدريب بيكون ببساطة أو الحاجة 1-to-1 اللي هو بيكون أي شخص عنده مدرب له، بوريه أنه كيف يستعمل البرنامج، أنه هو الفائدة شنو من البرنامج ولغيرهم. لكن حاليا نحن بنحاول قدر الامكان انه ندخل الخاصيه بتاعت الاونلاين انه هم يتعلموا من ناحيه اونلاين. نحن كل مره بنشوف لنا مركز بتاع التدريب نجي الاطفال لحد عندنا ندربهم، لكن حاليا نتبع خاصيه جديده انه هم يكونوا اونلاين. حتكون صعبه شويه لكن ان شاء الله نتمكن منها. هو 1 تو 1 دي بالنسبه لي الافضل حتكون، ولكن لا مانع بالاونلاين بما انه العالم كله اتجه انه يكون أيوة. اونلاين حاليا بجائحه كورونا. يعني انا كذلك عندي سؤال فضولي، الطفل ده لما اليوم هو طفل مشاغب مزعج في البيت، انا يعني كأم في البيت او كأب في البيت انا كيف اتعامل مع فضوله ده؟
أنا كيف أتعامل معه هو كطفل حاب يستكشف حاب وأنا ما أحد قدراته، بس في نفس الوقت هو بيني وبينك بيكون مزعج مرات وكيف أنا أتعامل معه؟ دي بتكون مشكلة حقيقية، فأنت بس حاول تعب قدر الإمكان أنه في الفضول مع أنواع. في ناس بيحبوا مثلاً يعني حوموا في الجنينة كلها كويس، في ناس بيحبوا يمشي يحبش أي حاجة يكتشفوا أي حاجة قاعدة في مكانها وين. فأنت بتحاول قدر الإمكان تعرف أنه هو فضوله بيكون على أي ناحية، وبتحاول تشوف أنه أفضل حاجة تتعامل معها شنو. فمثلاً في ناس اللي بيحبوا مثلاً إنه يدسوا الحاجة وتشي تفتيشه وتلقاها، بدل بيحبوا الغاز، بيحبوا الألغاز، يحبوا الحال المستري كده، الحال فوق غموض. في تبتدي منه العاب بتاعت بزلز، بتجيبهم العاب بتاعت اسئله غامضه وغيره. شكرا جزيلا يا سلمى، يا اخي نورتيني جدا. شكرا جزيلا سلمى عاصم، مدير المشاريع لمنظمه Education for All. شكرا لك، نورتينا. شكرا على الاستضافه. الله يكرمك يا رب. نحن مشاهدينا الكرام وصلنا بكم الى ختام هذه الحلقه، شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعه. ختاما تقبلوا تحياتي والفريق العامل، الى اللقاء.